أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة عيد الاتحاد 53 أن المجلس يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بأنه سيواصل العمل بكل جد واجتهاد مع حكومتنا الموقرة لتعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة. أبرز محطات المجلس في ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية في التقرير التالي. رافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ 12 من فبراير عام 1972 بما يعكس إيمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة. وشهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه عام 2005 مرتكزا على إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومساهمة المرأة ناخبة وعضوة وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50% منذ عام 2019. ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو حكام الإمارات. وعلى مدى 5 عقود كان عطاء المجلس ومساهماته حاضرة تمثلت بعقده 680 جلسة على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة مشاريع قوانين وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها فضلا عن توجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات ووافق على 8 تعديلات دستورية واطلع على اتفاقيات ومعاهدات دولية ووقع على مذكرات تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية. ويواصل المجلس دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والخارجية كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات على صعيد المناصب الإقليمية والدولية كما فازت بعدة مناصب على مستوى عضوية الاتحاد البرلمان الدولي.